السلام عليكم. الميليشيا وسندها الإقليمي في مرمى الإدانة الدولية مجددا، ضغوطات تتجدد بين لحظة ولحظة، تحمل في مضمونها توجيه أصابع الاتهام إلى الأطراف التي قوضت أمن اليمن والمنطقة والعالم، من تحركات ترامب الأخيرة إزاء تهريب السلاح لليمن إلى موقف السفير البريطاني إدموند براون إلى البيان الختامي للمنتدى العربي الروسي الذي أكد دعمه للشرعية في البلاد. التواجد الإيراني في اليمن يتمثل في مظاهر الانقلاب، ومن خلال إنهائه واستعادة الدولة سيتلاشى تواجد إيران في اليمن الذي ألحق الأذى بالسلم المحلي والإقليمي. بحسب متابعين وضمن الحسابات السياسية والدبلوماسية، تجديد الإجماع الدولي يشكل نقاطا تصب في مصلحة الشرعية، خصوصا في مثل هكذا توقيت تمضي فيه الشرعية نحو استعادة الدولة. ما أهمية تجديد مواقف الأطراف الدولية الفاعلة وإدانة الانقلاب في هذا التوقيت؟ وماذا يعني أن تصبح إيران في زاوية الضغوطات الدولية جراء أدوارها التي تهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي؟ حول هذه التساؤلات ستكون حلقة المساء اليمني لهذه الليلة. بداية أرحب بضيفي عبر السكايب من فرنسا منصور الشدادي، المحلل السياسي. أهلا بك. أهلا وسهلا أخي الكريم. إذن نذهب مشاهدينا الكرام لمتابعة هذا التقرير، من ثم نعود للبدء بالنقاش. موقف جديد للأطراف الدولية الفاعلة لمساندة الشرعية في البلاد يأتي في حالة تزامن وتناسق موحد إزاء الانقلاب وسنده الإقليمي المتمثل بإيران وأذرعها المسلحة في المنطقة. إيران مجددا في زاوية الضغوطات الدولية جراء أدوارها التي تهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي، هذا ما تقوله التحركات الدولية والضغوطات التي تمارس والإدانات المتتالية من أطراف دولية فاعلة ذات ثقل في القرارات الدولية ومجلس الأمن. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعهد باتخاذ إجراءات جديدة ضد إيران فيما يتعلق بملف تهريب إيران أسلحة إلى اليمن، وكذلك دورها في تكدير الأمن والسلم الإقليمي والدولي، بحسب ما قاله وليد فارس مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون الخارجية. وسيتجاوز ذلك بعرض ترامب على الكونغرس مقترحات في كيفية التعامل مع تهريب الأسلحة إلى اليمن، مشيرا إلى أن إطلاق الصواريخ باتجاه البحرية الأمريكية جذب الانتباه للخطر على الملاحة الدولية. الإدانة الواضحة للمتسببين بالحرب في اليمن ظهرت مجددا على لسان السفير البريطاني إدموند براون قائلا: فلنكن واضحين أن سبب الحرب في اليمن كان نتيجة استيلاء عنيف على السلطة من قبل الحوثيين وعلي عبد الله صالح، في إشارة واضحة إلى السبب الرئيسي المنتج للمأساة اليمنية الراهنة. البيان الختامي للمنتدى العربي الروسي من جهته أكد دعمه وإسناده للحكومة الشرعية ضمن التناسق الدولي والإقليمي الذي يجدد بالإجماع دعم الشرعية في البلاد وإدانة الانقلاب باعتباره انقلابا على السلطة الشرعية وأحد الأدوات الإقليمية لإيران في المنطقة. تجديد الإجماع الدولي المساند للشرعية في اليمن في مثل هذا التوقيت من شأنه أن يفتح آفاقا سياسية واسعة للشرعية للمضي في خيارات استعادة الدولة وإنهاء مظاهر الانقلاب الذي شكل تهديدا للسلم اليمني والإقليمي والعالمي. إذا نجدد ترحيب بكم مشاهدينا الكرام وبضيفي عبر السكايب من فرنسا الأستاذ منصور الشدادي. أستاذ منصور، هناك تجديد وزخم جديد ربما لدعم الشرعية دوليا من قبل أطراف عدة، سواء ترامب من ناحية تهديداته لإيران أو منعه أو إرادته لمنع السلاح تصدير السلاح من قبل إيران، وكذلك بيان المنتدى الروسي العربي، وختاما بتصريحات السفير البريطاني السابق في اليمن. هذا الزخم كيف يقرأ في هذا الوقت؟ مساء الخير أستاذ وجيه، لك ولجمهور قناة بلقيس ولجميع المشاهدين. بعد يدي بدء قد ربما نقول أن العلاقات الدولية ليست في الموضوع اليمني فقط، بل العلاقات الدولية على مستوى العالم ليست ثابتة، يعني نوعا ما يحكمها عاملين أو شرطين أساسيين، هي شروط المبادئ والمصالح. المبادئ التي تقوم عليها هذه الدول اللي هي الدول العظمى، والمصالح التي تسعى من أجل الحصول عليها، سواء كانت مصالح من أجل أمنها القومي أو مصالح اقتصادية أخرى. أي منها يحكمها في اليمن إذن؟ بشكل عام
منطقة الشرق الأوسط في حال تعارض المصالح مع المبادئ، معظم الدول العظمى تفضل أن تذهب نحو مصالحها مع الاحتفاظ بالسمعة الدولية أو ما يسمى بالمبادئ العامة التي تحكم حقوق الإنسان وإلى غير ذلك والمبادئ الديمقراطية. لكن على مرور الأحداث الكبيرة التي شهدها منطقة الشرق الأوسط، نرى أن الدول العظمى تذهب إلى الحفاظ على مصالحها بشكل أول. بعد هناك تغييرات هيكلية حدثت كبيرة سواء في القرب الأوروبي أو في أمريكا. بشكل عام التغييرات الهيكلية التي حدثت في الدول العظمى بدأت من بريطانيا، حيث انتخب هناك اليمين وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ثم بعد ذلك انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أمريكا. وقد ربما نشهد هنا في فرنسا بعد حوالي 5 أشهر في شهر مايو القادم انتخابات جديدة، ومن المحتمل صعود الرجل المماثل للوجهة الأخرى التي صعدت في بريطانيا وأمريكا، اللي هو المرشح المنتخب فرانسوا فيون. لهذا كما قلت أن هناك تغييرات هيكلية حدثت للنظام العالمي. التغييرات الهيكلية ليست فقط تغيير نظام، تغيير منتخب، لأن هنا في أوروبا يلاحظ أنه ليس تغيير رئيس برئيس مثلا كما حدث في الماضي، لكن هناك تغييرات هيكلية، يعني أيديولوجيا جديدة، وجوه جديدة في السلطة، أدوات جديدة تحكمها طموحات أخرى جديدة، قد ربما ليست كما مضى يعني. وبالإضافة إلى ذلك خبرة أقل بشأن الشرق الأوسط أو تعقيدات الشرق الأوسط وتعقيدات بشكل عام، ومنها الأزمة اليمنية. لذلك قد نرب ربما هنا يعني من بداية التغييرات الإيجابية التي نراها، سواء موقف دونالد ترامب والسعي الدبلوماسية الخليجية الحثيث إلى إقامة علاقات قوية مع دونالد ترامب، نعم، وكذلك المواقف الأخرى التي صدرت بشأن الشرعية في اليمن سواء من الجانب البريطاني أو من جانب روسيا. هذه قد ربما أنه تغيير إيجابي لصالح الشرعية، لكن يتسم هذا التغيير بعدم الثبات وعدم اليقين أيضا، لأننا هنا لن يمكن أن نحكم على سياسة مثلا دونالد ترامب تجاه اليمن أو تجاه بلد آخر بأنها سياسة ثابتة أو سياسة تنم عن، لأنها لا تأخذ اليمن كاليمن، لأن دونالد ترامب ليس له مصالح في اليمن، لكنه ينظر إلى اليمن عبر دول المنطقة وبالأخص دول الخليج الغنية. هذا هو نظرته لليمن يعني. طيب، يعني بخصوص دونالد ترامب أستاذ منصور، كان هناك حديث له مع العاهل السعودي، بعد ذلك كان هناك تواصل ما بين ولي العهد السعودي وأفراد في الحكومة الأمريكية كنتيجة لهذه المكالمة، وكان هناك الكثير من الحديث حول ما يسمى بمناطق آمنة، لم يعرف إلى الآن ماهية هذه المناطق بالضبط، كثرت التحليلات، حتى وزير الخارجية الروسي في مؤتمر صحفي اليوم سئل حول ماهية المناطق الآمنة، كان السؤال حول سوريا، لكن فهمت الإجابة أنها بالمجمل أن الأمر غير معروف وهناك مطالبة بتوضيحات أكبر. سياسة، لنبدأ من موقفك أو وجهة نظرك حول السياسة المتوقعة لترامب وإدارته بخصوص الملف اليمني، كيف ستجدها؟ هل ستكون أكثر وضوحا مع دول الخليج، بالتالي مع اليمن، مع الحكومة الشرعية كنتيجة طبيعية للتحالف الدائر بينهما الآن، أم أنها ستستمر وفقا لنفس النهج الذي اعتمد عليه أوباما في إدارته؟ أعتقد لا يمكن التنبؤ خصوصا بمواقف الرئيس الأمريكي الجديد اللي هو دونالد ترامب، لكن البدايات مبشرة بالنسبة للموقف اليمني. من أي ناحية مبشرة كانت؟ أولا الموقف اليمني يحكم عليه بالتواصل السعودي الأمريكي، والتواصل السعودي الأمريكي كما ذكرت سواء باتصال الملك سلمان أو، لأن احنا لنعترف بالحقيقة اليمن هو تابع ليس له أي قوة، قد ربما أن يتواصل بال يعني قوة دبلوماسية كبيرة أن تستطيع أن تؤثر على القرار الأمريكي، أو قد ربما تستطيع أن تصل إلى دائرة القرار الأمريكي بشكل مستقل بعيدا عن التحالف العربي والدول الخليج.
لهذا بعد ما انتهت او بدايه الرئيس الامريكي في الفتره في فترته الحاليه، كانت هناك انفراجه يعني غير متوقعه بالعلاقه مع المملكه العربيه السعوديه، مع انه كان خلال حملته الانتخابيه اكثر صرامه اكثر حده تجاه بلدان الشرق الاوسط وخصوصا الدول الكبرى في الشرق الاوسط. لكن البدايات المبشره تاتي من هنا بقد ربما اقامات علاقات لا نسميها قد ربما استراتيجيه، لكنها علاقات نفعيه وتبادل مصالح قد ربما يحكم عليها موقف الاداره الامريكيه بشان الملف اليمني، بالاضافه الى موقف الرئيس الامريكي المنتخب دونالد ترامب بخصوص ايران، لان له موقف جيد وقد ربما يخدم القضيه اليمنيه، لانه قد ربما نعم. لا يسلك نفس الطريق الذي سلفه باراك اوباما. يعني طيب استاذ منصور، هو من الواضح انه يعني ترامب مركز حول الاتفاق النووي مع ايران، وهذا الاتفاق شهد جدلا ودول الخليج اعتبرت هذا اتفاق طعنه لها من الخلف بشكل او باخر. الان بشكل عاجل كان هناك خبر حول ان مستشار الامن القومي الامريكي تحدث على أن قيام إيران بإجراء تجربة لصاروخ باليستي يعد انتهاكا لقرارات مجلس الأمن، وواشنطن ترسل أو توجه تحذيرات رسمية لإيران. هذا الأمر كيف سينعكس على اليمن برأيك؟ نعم، بالنسبة للمواقف الأمريكية الجديدة تجاه إيران فهي مواقف مبشرة للشأن اليمني، لأن كما نرى إدارة الرئيس أوباما أوصلت المنطقة ليس فقط اليمن، سلمت المنطقة للأيادي الإيرانية سواء في العراق أو في سوريا أو في اليمن بتخاذلها عن المواقف، أو قد ربما هناك صفقات غير معلومة ومن تحت الطاولة بخصوص هذا الشيء. لكن الإدارة الجديدة، الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هي يعني تبحث عن مصالحها اولا وضد مشروع الاتفاق النووي، لكن كما قلت اولا واخيرا انها تتسم بعدم الثبات وعدم اليقين في خلال مثلا حصلت اختلاف في وجهات النظر بين الاداره الامريكيه الجديده سواء بمصالح متعلقه بالمناطق الامنه التي يريد اقامتها في سوريا او غير ذلك. ستتخذ الإدارة الأمريكية الجديدة ملف اليمن وسيلة للضغط على الدول الغنية والدول ذات النفوذ في الشرق الأوسط. هذا ما أردت أن أوصله، لأنها بقولي عدم الثبات وعدم اليقين. لهذا نعم، لدينا موقف دولي مشجع لصالح الشرعية، يجب على الشرعية اليمنية أن تتحرك، أن تستقل الموقف الدولي، أن تبذل المزيد من اللوبينج ومن الحشد والتأييد من أجل مصلحة المشروع اليمني المتمثل في هزيمة الانقلابيين، طيب المتمثل في إقامة دولة يمنية. طيب أستاذ منصور دعني في هذه النقطة تحديدا، ينضم لنا الآن الدكتور فيصل العواضي مستشار وزير الإعلان، دعنا نفهم وجهة نظر الحكومة أكثر. بداية أهلا بك دكتور فيصل. مرحبا بك وبضيفك الكريم وبالإخوة المشاهدين الكرام. حياك الله دكتور فيصل. هناك إجماع دولي تحدث عن الأستاذ منصور الشدادي، تحدث عن زخم أيضا موجود وحاصل، وهذا الإجماع يتجدد كل فترة وأخرى، وإن يعني تشهد فترات أخرى نوعا من الهدوء والرتابة في هذا الدعم. الآن هذا التجدد في إسناد الحكومة الشرعية، ما يمثل من أهمية بالنسبة للحكومة؟ طبعا دعنا نعود إلى الوراء قليلا. كان الشأن اليمني منذ توقيع اتفاق المبادرة الخليجية قد خضع لرقابة دولية ومباركة دولية، وكانت حتى قرارات رئاسية أو قرارات جمهورية تحظى بتأييد مجلس الأمن، وهو سابقا لم تحصل في كثير من الحالات الدولية. وعندما حصل الانقلاب كان العالم كله يعني يرعى المسيرة اليمنية، وكانت اليمن مرشحة لأن تكون نموذج يحتذى به في حل كثير من الصراعات وخاصة في منطقتنا العربية. لكن جاء الانقلاب
ضد إرادة اليمنيين وضد إرادة المجتمع الدولي، سواء كان مجتمعا إقليميا أو مجتمعا دوليا. ولهذا لا جديد في أنه يعني المجتمع الدولي يؤكد دعمه للشرعية اليمنية، فهذا الدعم متوفر منذ الوهلة الأولى ولم يحصل في يوم من الأيام. يعني زي ما قلت حصل بعض الفتور أو الرتابة وفي العلاقات، يعني في مسألة دعم الشرعية، يعني كانت هناك ما طرح بخصوص خطة جون كيري وحديث وتعليق كبير من حتى من وزير الخارجية، ويعني انتقادات كبيرة لها. الآن هناك تحركات أمريكية ضاغطة على إيران بخصوص موضوع تهريب الأسلحة تجاه اليمن، هذا الأمر كيف يمكن الاستفادة منه في تشكيل نوع من الضغط السياسي الأكبر على الانقلابيين؟ طبعا المساعي الدبلوماسية اليمنية قائمة ولن تهدأ أو تفتر إلا بمحاصرة المد الإيراني أو التدخل الإيراني في الشؤون اليمنية. وطبعا سواء كان هذا الحصار عبر الضغط الدولي أو عبر قطع دابر وكلاء إيران أو إتباع المشروع الإيراني داخل اليمن، يعني نحن متفائلين بالإدارة الأمريكية الجديدة أنها تنظر إلى إيران نظرة مختلفة عن سابقتها، وأشير فعلا إلى أنه الحالة الوحيدة التي أحسست الشرعية اليمنية بأن في نوع من التراجع في دعمها أو كذا كان هو ما طرح في مبادرة كيري أو تلك الأفكار التي تم تداولها، لكن سرعان ما عادت الأمور إلى نصابها. وهذا طبعا لم يكن وليد بالصدفة، وإنما كان بجهد دبلوماسي مبذول. هناك معركة دبلوماسية ساخنة جدا تدور في الخفاء، لا يعلم تفاصيلها إلا القائمين عليها. نعم. طيب أيضا البيان الروسي في يعني المنتدى العربي الروسي خرج ببيان وأكد موقفه الداعم للشرعية، موقف الدول التي كانت تجتمع للشرعية في اليمن. وكذلك كانت هناك تصريحات من السفير الذي ربما انتهت ولايته الآن، السفير البريطاني إدموند براون، حول أن من قام يعني استيلاء بالعنف على السلطة في اليمن هم الحوثيون وعلي عبد الله صالح، ويجب في نهاية المطاف كما يقول كثير من المحللين أن يتحملوا مغبة ذلك. إذن الآن هناك زخم أمريكي، هناك زخم بريطاني، هناك زخم روسي، هذا الأمر لا يمكن أن تجده في ملفات أخرى في المنطقة، فالحكومة الشرعية لابد لها بحسب كثيرين أن تتحرك. هل هذا سيعزز خيارات الشرعية نحو استعادة الدولة والمضي بذلك إلى النقطة الأخيرة؟ الشرعية هي الآن تحمل غصن الزيتون في يد وتحمل البندقية في يد أخرى. نحن يعني لسنا ممانعين في الجلوس إلى طاولة المشاورات لتنفيذ القرار الدولي أو للوصول إلى حل وفقا للمرجعية الثلاثة. ما نريده الآن أن تترجم هذه التصريحات التي سمعناها سواء من الجانب الروسي أو من السفير البريطاني أو حتى في الموقف الأمريكي الأخير مؤشراته، هو أن يتبلور إلى ضغط في تنفيذ القرار 22/16 كونه أيضا اتخذ تحت الفصل السابع. يعني لا يوجد ما يحول دون استخدام القوة في تنفيذ هذا القرار. نعم. إذا أشكرك مستشار وزير الإعلام الدكتور فيصل عواضي، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض، وأعود إلى الأستاذ منصور الشدادي المحلل السياسي ينضم لنا عبر السكايب من فرنسا. أستاذ منصور، يعني هناك نوع من الخصوصية بالنسبة للتوقيت الذي تمت فيه هذه التصريحات المتزامنة في نهاية المطاف، هل للأمر علاقة بنوع من تطورات على الأرض؟ وهناك أيضا مساعي ولد الشيخ التي تمشي على الخفاء أو تمشي بشكل مستقل بالأصح، الأمر هنا دلالة التوقيت ما هي بالنسبة لهذه التصريحات؟ لعلي أشير إلى نقطة أغفلتها في المداخلة الأولى، وهو اللافت في الأمر هو التغير في الموقف الروسي. وأعتقد أن سبب هذا التغير هو أن الروس بطبيعتهم لا يعتبروا اليمن مثلا جزءا من نفوذهم،
وكذلك علاقاتهم بدول الخليج، يريدوا علاقات اقتصادية وإلى غير ذلك، بالإضافة إلى الصفقة التي أبرمت في سوريا بخروج المسلحين من حلب وإلى غير ذلك، وتحول موقف المعارضة السورية من موقف من اعتبار روسيا موقف عدواني إلى موقف وسيط وإلى غير ذلك، وهذا قد ربما هو سبب في تغير موقف روسيا يعني تجاه الأزمة اليمنية. لكن هناك أسباب أخرى التي دفعت إلى التغير، هذا من بينها الأسباب المحلية التي لم نتطرق إليها. أول سبب في التغير هو قوة وصلابة موقف الشرعية. عندما عرضت عليهم خطة كيري القاضية في آخر فترة الرئيس السابق الأمريكي باراك أوباما، عرضت الخطة كيري وكان موقف الشرعية موقف قوي، ولأول مرة برفض هذه الخطة يعني جملة وتفصيلا، وهذا قد ربما يأخذه بعين الاعتبار صناع السياسة في الدول الكبرى، بالإضافة إلى التحسن الملحوظ في الجانب الأمني للمناطق المحررة، وكذلك صرف الرواتب وإلى غير ذلك من بين الاتفاقات التي اتفق عليها. هذا هي الأسباب الداخلية التي قد ربما أجبرت أو رأت القوى العظمى أو غير ذلك أنها قد ربما مضطرة أن تواصل دعمها لهذه الشرعية. بالإضافة العامل الرئيسي هو استقرار الحكومة والرئيس في اليمن، لأن قبل ذلك كانت هذه معضلة كبيرة أمام الخارج يتساءلوا قد ربما، وسمعتها من سياسيين فرنسيين وإلى غير ذلك، كيف يمكن لنا أن ندعم مثلا حكومة في بلد آخر ليس ببلدهم. هذا هو عامل مهم. طيب يعني بوجهة نظرك أستاذ منصور، الآن أن تحدثت عن نقطة مهمة وهي إدانة، يعني تطرقت لها، إدانة خطة كيري من قبل الحكومة الشرعية، لكن هناك من تحدث أو وصف هذا الانتقاد أنه جاء على نهاية فترة كيري، وهناك تغيرات جذرية في السياسة الأمريكية، خاصة يعني نشهد يعني هناك موقف تنتقد فيه الحكومة الشرعية، وهو ما حدث في البيضاء من إنزال، ولم يكن الموقف السياسي واضحا، فقط كانت هناك استنكار لهذه العملية. الآن الأمر، هل على الحكومة الشرعية اليمنية أن تدخل بقوة وتقوم بعمل تفاعلات وعلاقات مباشرة مع الطرف الأمريكي، أم أن عليها الاكتفاء بأن أمريكا تتعامل معها في نهاية المطاف كدولة ضمن إطار ومصالح دول الخليج في المنطقة؟ هذا أشرت إلى هذه النقطة من قبل، لكن بإمكان الحكومة الشرعية، ولعلي قد ربما أعارض الأستاذ الذي كان تحدث معنا، أن السبب في هذا التحسن المواقف الدولية هو أداء الحكومة الدبلوماسي. صحيح أن الحكومة الدبلوماسية في تحسن ملحوظ، لكن يبقى ضعيفا. هنا في فرنسا مثلا، عاصمة من أكبر العواصم بالاتحاد الأوروبي، حراك الشرعية ضعيف، غير العواصم الأخرى مثلا أمريكا إلى غير ذلك، يبقى حراك الشرعية ضعيفا. لكن هناك عوامل أخرى أدت إلى هذا التحسن الملحوظ، وهي قد ربما عوامل أخرى لا علاقة مثلا لليمن بها، وقد ربما تربط العلاقة الأمريكية بدول الخليج مباشرة، قد ربما في المصالح الاقتصادية أو غير ذلك في المواقف السياسية الأخرى. لكن هل ممكن أن تستفيد الحكومة الشرعية من هذا؟ نعم، وإن لم تستفيد من هذا فقد ربما نشهد تغيرا في المواقف الدولية في وقت قريب، أو قد ربما، لأنها لا، كما أشرت مرارا أنها لا تتسم بالثبات، هذه المواقف لا تتسم بالثبات. فقد رأينا عندما اختلف الأمريكان مع المملكة العربية السعودية بشأن قانون جاستا، بدأ الأمريكان يستخدموا الملف اليمني، واستقبلوا قد ربما موفدين حوثيين وإلى غير ذلك. وحدث في فرنسا هنا أن استقبلت وزارة الخارجية الفرنسية وفد حوثي في وقت من الأوقات عندما تختلف مصالحهم، وقد ربما يوما من الأيام تهدد مثلا إيران بإيقاف صفقة الطائرات مع الشركة الأمريكية بويغ، وقد ربما يتنازل ترامب أو يأخذ الملف اليمني يعني نوعا من المقايضة في هذا الجانب. هنا أو هناك الملف اليمني قد ربما أن يتجعل الشرعية ملفا قويا باتباع سياسات أولا
وحدة المشروع والهدف. لعل ما رأينا في تعز في الأيام الأخيرة الماضية هذا يهدد المشروع الواحد الذي قد ربما يجمع المجتمع الدولي لدعمه. يجب على المجتمع الدولي، يجب على الحكومة الشرعية أن تستفيد وتستقل الموقف الداعم لشرعيتها بتوحيد الجهود تحت إطار مشروع واحد وهو الدولة اليمنية المدنية الحديثة. نعم أستاذ منصور. طيب دعنا نتحدث أكثر حول الموقف البريطاني الآن، خاصة أنها هي أحد الدول العظمى والفاعلة حتى في مجلس الأمن، لكن قبل ذلك دعنا نذهب إلى هذا الفاصل القصير، بعده مشاهدينا نستأنف النقاش، تفضلوا بالبقاء معنا. مجدد ترحب بكم مشاهدينا الكرام، أهلا بكم وأهلا بضيفي منصور الشدادي معنا عبر السكايب من فرنسا. أستاذ منصور، كنت يعني قد تطرقت إلى أننا سنتحدث الآن بشكل أكبر حول الدور البريطاني. معروف أن بريطانيا هي تحمل ملفات اليمن في مجلس الأمن، كثير من الأيام تطرح هي مشاريع القرارات ومن ثم يتم التصويت عليها من قبل بقية الدول سواء دائمة العضوية أو غير دائمة العضوية. الآن هناك تغير في السفير البريطاني إلى اليمن، السفير الجديد اسمه سايمون شيركليف، السفير السابق إدموند براون صرح في تغريدة على تويتر على أن ما تم في اليمن هو استيلاء بالعنف على السلطة من قبل علي عبد الله صالح وميليشيات الحوثي. هذا الأمر الآن هل يفهم على أنه يعني صياغ تصريح صغير في نهاية مرحلة، أم أنه يكشف نوع من النوايا الجديدة من قبل بريطانيا نحو الشرعية في اليمن؟ نعم، لعلي أولا أتفق معك أن اللاعب الرئيسي في الموضوع اليمني من الدول الكبرى هو الجانب البريطاني، لهذا تصريح السفير السابق لبريطانيا بخصوص الأزمة اليمنية قد ربما يفهم منه أنه تغيير في الموقف أو موقف إيجابي، لكن ليس واضحا تماما. قد ربما هو ذكر أن الميليشيات الانقلابية الإرهابية، ميليشيات الحوثي والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، استولت على السلطة بالعنف، لكنه لم يذكر أو يتطرق بوجوب الالتزام بالقرارات التي صدرت من مجلس الأمن الدولي وإلى غير ذلك. فكما ذكرت أن الموقف البريطاني في هذا الموضوع موقف مشجع، ويجب على الحكومة الشرعية وسفارتنا في لندن أن تبذل المزيد من الجهود هناك لتوضيح الرؤية مع أنها واضحة للجانب البريطاني، وكذلك للعمل معهم من أجل إجبار الميليشيات الانقلابية على تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الأمن الدولي بخصوص اليمن. طيب يعني نعم. الآن هو ملاحظ في حديثه على أنه لم يستخدم لفظ انقلاب، تحدث على استيلاء عنيف على السلطة، ركز البعض على هذه النقطة، لكن تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية كانت أولى الزيارات، يعني أول من زار ترامب بعد أن عين يعني أو استلم منصبه بالفعل كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية. إذن هناك من يتحدث على أن السياسة البريطانية ستحكمها هذه الأيام المصالح بشكل أكبر من أي وقت سبق، هل تتفق مع ذلك؟ أعتقد ما يجب أن يفهمه الساسة سواء اليمنيون أو الساسة في منطقة الشرق الأوسط، نعم، أن يجب أن يفهموا التغييرات التي حصلت سواء هنا في أوروبا أو في أمريكا بشكل عميق وبشكل نابع عن دراسات ومراكز أبحاث، لأن التغيير في السياسات هنا تغيير عميق، تغيير نظام كما أشرت، ليس تغيير فقط أوجه واتباع نفس السياسات أو السياسات التي كانت تتبع الإدارات السابقة. هنا المواقف التي تتبعها هذه الأنظمة مواقف قائمة على المصلحة، أعلن دونالد ترامب وكذلك يعلن في الانتخابات التمهيدية الفرنسية المرشحون يعلنون أن بلادهم
هي الأهم، أن ضرورة إيجاد نمو اقتصادي، ضرورة تخفيف البطالة، وكل ما يؤدي إلى هذه الأهداف سيسعوا من أجله. في العلاقة التي تحكم هذه الحكومات الجديدة في القرب أو في أمريكا هي علاقة مصالح بالدرجة الأولى. ولا ينسى أن هناك مواقف مسبقة لهذه الأنظمة أو لهذه الأوجه الجديدة التي ظهرت مواقف مسبقة من بعض القوى في المنطقة، لهذا هنا سواء ترحيبا أو نوعا من التوجس. طيب دعني أستاذ منصور المعذرة على المقاطعة، لكن ينضم لنا الآن المحلل السياسي الأستاذ علي الصراري، ينضم لنا من القاهرة. مساء الخير أستاذ علي. مساء النور أستاذ علي. هناك يعني على صعيد المكاسب الدبلوماسية السياسية أيضا هذا الإجماع أو هذا الزخم إذا ما طرحنا بين قوسين، ما الذي يشكله من أهمية في مقاومة الانقلاب، في مقاومة التدخل الإيراني غير المباشر في اليمن؟ نعم، أولا أشكرك وأشكر جمهور قناة بلقيس وأحييكم جميعا. الواقع أن اتجاهات التطور العالمي هي لا تتجه نحو الأحسن وإنما تتجه نحو الأسوأ. الآن تتقدم الجماعات اليمينية المتطرفة في أكثر من قطر أوروبي وفي الولايات المتحدة لاستلام الإدارات السياسية، وهذا ينبئ بأن العالم يسير نحو التوترات والأزمات. ولكن ما يتعلق بشأن اليمن هو أن المصالح الدولية لا تزال حتى هذه اللحظة في حالة من التوافق مع مصلحة الشعب اليمني في إسقاط الانقلاب وفي استعادة الشرعية واستعادة أمن واستقرار المنطقة التي تشرف على أهم ممرات التجارة الدولية. هذا الأمر طبعا إيجابي بالنسبة لليمن، ومن مدة طويلة والمجتمع الدولي يعيش حالة من التوافق بشأن اليمن، ولذا نلاحظ بأن القرارات التي كانت تتخذ حول اليمن كانت تتخذ بالإجماع برغم التباينات يعني بين الدول الكبرى في كثير من الأمور، وبالرغم من وجود أزمات هنا وهناك، ولكن اليمن كانت تمثل يعني منطقة مصالح مشتركة، وهذا في الواقع هو الذي يعني سيحمي اليمن في المستقبل ربما، أو الذي حماها حتى الآن من أن تسقط في الفشل التام، وقد يحميها في المستقبل ويمكنها من استعادة الدولة. طيب اتجاهات السياسة الجديدة بالنسبة للولايات المتحدة لا نستطيع أن نقول حتى الآن بأنها واضحة، هي لا تزال على قدر كبير من الغموض، ويصعب الآن التنبؤ كيف ستكون السياسة الأمريكية. لكن الواضح الآن أن إدارة ترامب مستفزة بشكل كبير من التجربة الصاروخية الإيرانية، ولهذا هي ممكن أن تقف ضد إيران وضد المشاريع الإيرانية في المنطقة وبما في ذلك اليمن. وهذه نقطة إيجابية في الواقع هي لصالح اليمن. طيب الآن هذا الإجماع الذي تحدثت عنه سواء في مجلس الأمن أو في التصريحات المستمرة من قبل دبلوماسية الدول الكبرى، كيف يمكن للشرعية العمل عليه بشكل أكبر لتوظيفه؟ يعني هناك الآن قرار 2216 وقرارات أخرى جاءت لمصلحة الشرعية اليمنية بشكل واضح تدين الفعل الانقلابي في نهاية المطاف، لكن يقول كثيرون أن الشرعية لم تستغل هذا الأمر بالشكل الأمثل وفقا لهذه التصريحات، وفقا لهذا ما تحدث عليه الغضب الإيراني، الغضب الأمريكي من التجربة الإيرانية الصاروخية. كيف يمكن للحكومة أن تتحرك بشكل فاعل أكثر برأيك أستاذ علي؟ الانقلابيين طبعا يعملوا وبقوة من أجل أن يكسروا العزلة التي فرضت عليهم
ويحاولوا أن يخترقوا هذه العزلة. وهناك حركة اتصالات واسعة تقوم بها جماعات تابعة للمخلوع علي عبد الله صالح، وجماعات مرتبطة بإيران وبالحوثيين. هناك تحرك على أكثر من صعيد من أجل كسر هذا الحصار والعزلة، ومحاولة الحصول على أي شكل من أشكال الاعتراف، وأحيانا يقوموا بأعمال بهلوانية من أجل أن يخدعوا الرأي العام المحلي بأنهم فعلا قد حصلوا على هذا النوع من الاعتراف. هذا أولا هو تحدي بالنسبة للشرعية، وبالنسبة لتحرك الخارج عليها أن تتتبع هذه التحركات، وأن يعني لا تترك الفرصة أمامها لكي تحقق ما تريد. أنا أعلم الآن بأن هناك محاولة لأن يذهب وفد من جماعة المخلوق إلى موسكو طبعا، وهم يستغلوا بعض الصلات التي كانوا قد بنوها في الماضي مع بعض الشخصيات وبعض مع بعض الدوائر السياسية والعسكرية، ويحاول أن ينفذوا من خلالها إلى القرار السياسي. هذا الموضوع يحتاج فعلا من قيادة الشرعية ومن يعني الرئيس عبد ربه منصور هادي ووزير الخارجية الأستاذ عبد الملك المخلافي الاهتمام والانتباه والعمل لمجابهة هذه التحركات. أيضا القوى الانقلابية تحاول أن تخترق الموقف الأمريكي وتخترق الموقف الصيني. نعم. وأنتم تذكروا جيدا الرسالة التي بعث بها المخلوع باسم المؤتمر الشعبي إلى ترامب بعد فوزه بالرئاسة، ويذكره بالعلاقات الجيدة بين المؤتمر وبين الحزب الجمهوري، وكل هذا من أجل أن يعني يحاول أن يستقطب أو يؤثر على الموقف السياسي للولايات المتحدة، ويجرها إلى يعني التعاطف مع قضية الانقلابيين. طيب أقول أن العمل على المستوى الخارجي لا يقل أهمية عن المعارك التي تخاض في الداخل. في الوقت الذي نخوض المعارك ونكسب المزيد من الأرض ونكبد الانقلابيين المزيد من الهزائم، علينا أيضا أن نتعقبهم في كل الساحات الدولية وأن طيب نحصل بينهم وبين أن يحصلوا على أي شكل من أشكال الاعتراف. طيب أستاذ علي، بسؤال أخير، الآن أنت تحدثت عن تحركات أجراها المخلوع تحاول يعني سواء باتجاه أمريكا أو باتجاه روسيا، يعني على الرغم من المواقف الواضحة بالنسبة للإدارتين حول الشرعية أو الشرعية في اليمن، ما لدى يعني ما هي الإمكانات أو مساحة التحرك أو المصالح التي يمكن للمخلوع والانقلابيين بشكل عام أن يحققوها لهذه الدول بحيث تكون ورقات رابحة في يدهم في أي يعني تفاوض؟ الواقع أنهم يلعبون في الوقت الضائع، وهم يعتمدون على أساليب فاسدة في محاولة التأثير على المواقف الدولية. هم يحاولوا أن يعني يذهبوا للاتصال بالأفراد، وأحيانا ليس لديهم مانع من تقديم رشوات، وأحيانا أيضا ممكن أن يتحركوا وفقا لأكاذيب ويقوموا بنشر بتأليف الأكاذيب ونشرها، ويعتقدوا أنه بالإمكان. نعم أستاذ علي، أستاذ علي، إذا يبدو أن نعم في جميع الحالات هذه الدول، هذه الدول لديها أجهزة ولديها خبرات، من السهل ليس من السهل خداعها، ولكن مع ذلك علينا أن نتحرك في مجابهة هذه الانقلابات. قبل فترة وجيزة كان حسن اللوزي مرسل من قبل المخلوع إلى خارج اليمن، والهدف هو التواصل مع القيادات الإعلامية المتواجدة في الخارج من أجل القيام بحملات إعلامية، وقد بدأت هذه الحملات فعلا. وأنا لاحظت في العديد من وسائل الإعلام هناك أخبار ملفقة يجري نشرها على نطاق واسع، الهدف من وراءها
التشويش على الرأي العام. هم في الواقع لم يبقى لديهم إلا خداع الناس في الداخل من أجل أن يدفعوا بالمزيد من المغرر بهم إلى محرقة الحرب. إذن أشكرك المحلل السياسي الأستاذ علي الصراري، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة. بالعودة إلى الأستاذ منصور الشدادي، والمعذرة على الإطالة أستاذ منصور. الآن وفقا لهذه المعطيات، هناك أنباء الآن على أن مجلس العموم البريطاني أيضا صوت بشكل كامل على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. أقر الموضوع إذن العالم يتجه نحو يمينية أكثر كما تحدث الأستاذ علي الصراري، وكما تفضلت أنت من مخاوف في فرنسا لديكم. الحكومة الشرعية ما الذي يجب أن تفعله في الأيام القادمة لمحاولة مواكبة هذا التغير والاستفادة قبل وأركز هنا على كلمة قبل الإنقلابيين؟ لعلي أتفق مع ما قاله الأستاذ علي بشأن التحركات التي يقوم بها الإنقلابيون هنا في أوروبا أو في غيرها من عواصم العالم من أجل إيجاد متنفس لهم يستطيع أن يناوروا به، لكن ما أستطيع أن أؤكده أنهم أقل من أن يؤثروا على الرأي السياسي التي يمكن أن تتخذه هذه البلدان، حتى وإن استقبلوهم وإن عملوا معهم أنهم أقل من أن يؤثروا على هذه البلدان في قراراتها المصيرية التي تخص مصالحها العامة. لكن بشكل عام ما الذي يستطيع أن تعمله؟ كما ذكرنا العالم يتجه يمينا أكثر، هناك خروج الاتحاد الأوروبي، وقد ربما أن أحد أهداف خروج الاتحاد الأوروبي، هل لازلت تسمعني أستاذي؟ نعم تفضل. قد ربما ما نسميه الأنانية البريطانية في الخروج من الاتحاد الأوروبي، وهي إقامة صفقات مباشرة مع دول الخليج بعيدا عن الاتحاد الأوروبي، قد ربما تصب في صالح الشأن اليمني إلى غير ذلك. لكن يجب على الحكومة الشرعية أن تستقل هذه الأوضاع بماذا؟ بالعمل الدؤوب الدبلوماسي، لأن العمل الدبلوماسي وإقامة الحشد والتأييد من أجل المشروع الوطني الكبير الذي يطمع إليه كل اليمنيين، وهو إقامة دولتهم المستقلة الديمقراطية. هناك عامل آخر يتلاعب به الانقلابيون، وهو الإرهاب وإلى غير ذلك، وهي ورقة رابعة معهم، خصوصا مع صعود اليمين المتطرف هنا في أوروبا أو في أمريكا، ويجيد استخدام هذه الورقة في حين أن الجانب الشرعي لا يجيد العمل على هذه الورقة، والتفنيد الأكاذيب التي قد ربما يسوقها الانقلابيون في تقاريرهم أو غير ذلك. بالإضافة يجب على الجانب الشرعي الوضوح بشكل عام في المشروع الذي يتبع من أجل الدولة، محاربة كل أشكال الإرهاب الذي هو الهاجس الكبير لهذه الدول، لأنه عندما يروا أن البلد تنساق إلى اتجاه آخر غير الذي لا يريدونه أو غير الذي لا يستطيع أن يحقق مصالحهم، بالطبع سيكون لهم مواقف قد ربما تزيد الوضع في اليمن تعقيدا. لهذا لسنا بحاجة إلى تعقيد أكثر. يجب على الحكومة الشرعية أن تعمل بذكاء أكبر، أن تبتعد عن اللوبيات الفاسدة التي تستقلها من هنا وهناك، لأنها لا توصل الرسالة التي يجب على الحكومة أن توصلها، سواء في إطار العمل في الجانب الأوروبي أو في الولايات المتحدة الأمريكية. إذن أشكرك الأستاذ منصور الشدادي المحلل السياسي، كنت معنا عبر سكايب من باريس، كما هو الشكر موصول للمستشار وزير الإعلام الدكتور فيصل العواضي، وكذلك المحلل السياسي على الصرار كانوا معنا، ولكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي أنا وجيه السمان، وتحيات الزملاء منصور النقاش ومحمد المقبلي، وبقية أفراد الطاقم الفني. إلى حين الملتقى، دمتم والوطن بألف خير. إلى اللقاء.